أهو إقرار بالفشل أم هو إقرار بالهزيمة؟ وهل ده هيبقى طوق نجاح حقيقي لنتنياهو ولا هي مجرد مسكن يستطيع أن يعود به نتنياهو إلى داخله ورأيه العام ليقول لهم لقد فعلت وسويت؟ تقارير بتقول أن الجانب الصهيوني أو الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية فلسطين بيفكر بيدرس خروج السنوار من غزة آمناً مقابل الإفراج عن المحتجزين. وهنا لازم نسأل آمناً يعني إيه؟ توصيف آمن ده واحد، اتنين وما هي ضمانات الخروج، تلاتة والخروج إلى أين، أربعة وهل المقاومة موافقة ولا مش موافقة؟ خلينا هنا ناخد معانا على التليفون دكتور علي الأعور الخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك يا دكتور علي. أهلا بك، تحياتي لكم من المحتل. تحياتنا ليك، ونتمنى أنه في يوم من الأيام لما نكلم حضرتك في التليفون أو نجيلك لحد عندك تقولنا أهلا بكم في القدس العربية دولة فلسطين المستقلة بإذن الله. بإذن الله ده انتم تشرفوا، ده القدس والقاهرة كلنا أرض عربية وشعب عربي. طبعا تشرفوا في أي وقت إن شاء طبعًا. الله بعد التحرير بإذن الله. دكتور علي، يعني ماذا عن الحديث حول لو صح التعبير اتفاق ما أو دراسة ما يفكر فيها الكيان الصهيوني المحتل بأنه يضمنون خروج السنوار حيا آمنا مقابل خروج كافة المحتجزين؟ نعم، يعني أنا بتقديري أولا علينا أن نسأل عن المعطيات عن الأرض في قطاع غزة، علينا أن نسأل عن المعطيات في الميدان، ثم نتحدث أيضا عن الرأي العام الإسرائيلي بقضيتين. أولا كفاية عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي إلى الجنود والضباط، والنقطة الثانية استمرار لتطالب في طعام تواجد. الآن هناك يتشكل رأي عام جديد في إسرائيل، ولأول مرة منذ الحرب يعني على 80 يوم أن هذه المرة يتشكل رأي عام يطالب نتنياهو بالاستقالة، حتى أن أعضاء في حزب الليكود يطالبوا نتنياهو بالاستقالة. ولكن عودة إلى سؤالك الكريم، هل فعلا هناك مبادرة يتم من خلالها خروج قيادة حماس من غزة بشكل آمن مقابل وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المسجدين في غزة لدى المقاومة؟ أنا بتقديري أولا علينا أن نسأل أين المقاومة؟ أين هي المقاومة؟ هل هي موجودة في دولة عربية؟ هل هي موجودة في دولة أوروبية؟ هل هي موجودة في الصين؟ المقاومة موجودة على أرض فلسطين، وبالتالي عملية طرح مثل هذا الرأي لا يمكن أن توافق عليه المقاومة لسبب بسيط، حتى وإن كانت هناك مقارنة بحرب 82 بخروج قائد الراحل ياسر عرفات، لكن عرفات كان في بيروت، ما كانت موجود في حيفا وعكا وغزة. الآن السنوار والمقاومة موجودة في غزة، موجودة على أرض فلسطين، هذه ناحية. الناحية الثانية، هذه المقاومة أخذت على عاتقها نقطة مهمة جدا، وهي إما الشهادة وإما النصر. يعني مستحيل أمام الجماهير وأمام الشعب الفلسطيني وأمام الشعوب العربية والإسلامية، مستحيل أن تقوم قيادة حماس والمقاومة برفع الرايات البيضاء. يا جماعة، أنتم اللي حصل في 7 أكتوبر ده عمل كبير جدا، اللي حصل في 7 اكتوبر يوازي اللي حصل في 7 اكتوبر. اقتل برامج اسرائيل كلها في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي اسرائيل عندما شعرت بان 7 اكتوبر اضاع الهيئه الامنيه والعسكريه لاسرائيل، دمر اسطوره الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر. 7 اكتوبر هو نقطه التحول في تاريخ اسرائيل وفي تاريخ الشرق الاوسط. المقاومه اخذت قرار اما الشهاده واما النصر. نعم، هناك 21,000 شهيد فلسطيني، وهناك تدمير لغزه، نفتح مدن باكملها، بيت حنون وبيت لاهيه والشجاعيه وخان يونس ومخيم المغازي ومخيم البريج، ولكن هناك قرار فلسطيني وهو التحرير. لابد من انهاء الاحتلال. يا جماعه، 75 عام واحنا تحت الاحتلال، مش معقول يعني. وبالتالي كان قرار المقاومه هو على عمليا انهاء الاحتلال وفك الحصار عن غزه. اذا دكتور علي، والشعب الفلسطيني تعتقد الى المعادله الدوليه يا جماعه، 7 من اكتوبر اعادت فلسطين الى الواجهه الدوليه. ده صحيح، لكن تعتقد انه مساله خروج السنوار من عدمها هل هي بالونه اختبار اسرائيليه تحاول انها يعني
يعني تتحسس بها الخطى في الداخل الفلسطيني أو ما بين الفصائل الفلسطينية، مش بس حماس. يعني هذه المبادرة تم طرحها بعد نشر خبر في الإعلام الإسرائيلي وفي الإعلام العبري، وأنا تابعته نقلا عن مصادر عربية، بأن السنوار بعث برسالة إلى القيادة في الخارج وقال لهم بأن المقاومة بخير وأن المقاومة تملك أكثر من 70% من قوتها العسكرية، وبالتالي هذه كانت رسالة توحي بأن يحيى السنوار هو يقود العمليات في قطاع غزة. هذه الرسالة التي وصلت إلى نتنياهو وصلت إلى مجلس الحرب في داخل إسرائيل تؤكد بأن يحيى السنوار يقود العمليات العسكرية، فبالتالي طرح نتنياهو هذه المبادرة على الأقل من أجل تضليل الرأي العام الإسرائيلي. نتنياهو حتى اليوم لم يحقق أي انتصار، لم يجد أي شيء يعود به إلى تل أبيب. طرح قبل شهر مبادرة وقال سأعود رأس السنوار إلى تل أبيب حيا أو ميتا، وبالتالي يعني بعد ذلك توقف الحرب. نتنياهو الآن يريد إطالة أمد الحرب ليحافظ على مقعده، هو يحافظ على مقعده ومكتسباته طبعا، ويحاول أن يحفظ لنفسه ماء الوجه. أنا بشكرك جدا جدا دكتور علي الأعور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، محدثنا من القدس العربية المحتلة. شوف طبعا مما لا شك فيه، بالونة اختبار أزيدك من الشعر بيت، هي محاولة من الجانب الصهيوني حتى أنه يخلق فتنة ما بين فصائل المقاومة المختلفة، اللي هو شوفوا بصوا بقى سلموا لنا أنتوا السنوار وإحنا هنبقى في التمام، أو اضغطوا على حماس حتى يسلمونا السنوار، مش تسليموا لأجل الأسر، تسليموا لأجل الخروج الآمن. وإن لازم نقعد نفكر خروج آمن فين؟ يعني لو افترضنا جدلا أنه ده هيحصل، فين بقى المكان الآمن اللي هيخرج ليه يحيى السنوار؟ فيبقى مؤكد بنسبة 100% أنه لا يمس.